برايم وسحبها في رمضان مثل كاع الناس. الانسان تفرغ للعبادات في رمضان بزاف، هذه حاجه الاولى اللي يديرها، ينوض الصباح مع الظهر كما كاع الناس يصلي، يولي يقعد في الدار شويه يقرا شويه قران، عاود جال العصر هكا باش يصلي. دي فوا مول العصر عندي ماتش هكا مع صحابي، يجي المغرب شو عاود نصلي في الجامع، نولي عاود صلاة العشاء، شو صلي صلاة العشاء، نولي نمشي نصلي صلاة التراويح، من بعدها نولي الدار نتقهوى شويه نقعد نعاود نمشي نديرو كاش ما درس ولا هكا حديث. هذا ما كان زعما يوميا يوميا هكا. شويه في رمضان عندي لقى تكون كاينه الحريره والبوران، هذه اللي لقى يكون كاينه في رمضان. وانسان عارف بلي الانسان كما نقولوا حنا الناس الانسانيه توحم في رمضان، اي خطر راه نمشي نجيب الخبز، قالوا واحد من خبز مليح من هريسه مليحه من زلابيه مليحه، الانسان شويه كعرف في رمضان شويه الانسان يجي في خاطره هذه المشاكل تاع الماكله. الانسان صرا ولا شحال من حوايج، بصح حاجه اللي نتفكرها وصلت لي في رمضان، من عاد عقل رحت نستني في الحراش، تنييت في الليل، جينا مولينا انا وصاحبي تما محمد نعيطوا له حنا لتي، مولين هكا مع قريب صلاة الصبح، جينا مولين بقينا ناكلوا في الطريق، قلت له محمد قلت له خويا بان لي راه أذن، قلت له أذن الصبح، قال لي لا ابراهيم مازال راه يتمشى، مشيو تمشى وريدونا الجوندار، كان ريدونا باراج، قال لي خويا مالكم مالكم في عقلكم ولا مالك؟ قلت له علاه؟ قال لي خويا أذن هذه 5 دقائق ولا 10 دقائق، قلت له شوف صاحبي شوف فيهم شوف فيهم، وحنا عاد ناكلوا، تماك هذه حاجة زعما ما ننساهاش، هذه الله يشعر بيه يغفر لنا هذه ما ننساهاش. كاين بزاف لاعبين اللي تبدلوا في رمضان، وكاين مدربين ما انتبهش، بصح لاعبين كاين بزاف كثره اللي ربي باليهم بالتدخين ولا حتى اخوتي بالشمه، هادو يتبدلوا بزاف في رمضان، تقول كاع ماشي هو، عاود مول الفطور عاود تلاقى عاود تشوف انسان واحد اخر. النصيحه الاولى تاعي في رمضان هي للناس، يقول لك رمضان يليق الناس يكون متادب مع رمضان، باسكو حنا نتنرفاو ونحصلوا في رمضان، حنا المشكل راه فينا، نتمنى ان شاء الله نتمنى ان شاء الله من الناس يكونوا عاقلين في رمضان وخاطينا من المدابزه، باسكو رمضان يقول لك هذاك رمضان ربي شي يقول لك كل عمل ابن ادم لا الا رمضان فهو لي وانا جازي به، يقل الانسان يقرب لربي بزاف في رمضان، بالك ربي يغفر لنا ويتوب علينا ان شاء الله. بارك الله فيك.